حازم يعود للزمالك من جديد. فريق الأهلاوي هدف ثاني، وبالتالي إعطاء فرصة للأسماء الشابة، وفي مثل هذه المعسكرات الخروج بأكبر. في هذه اللقطة اللي فعل الجهة اليسرى بشكل كبير ماكسيمان في الملعب، العرضية الجميلة حاضرة والرأسية، الله. الأهلي اللي سبق أيضا وأن واجه أندية مصرية. كرة بتعود الآن، فيجا يا سلام يحط كرة على اليسار إلى ماكسيتاليا، ما زال يقاتل ويحارب على هذه الكرة، عرضية جميلة، الكرة فيها ركلة الزاوية أمامية على طول بالراس اليمنى، فيجا يلعب العرضية الجميلة، ولكن أيضا عوالي هنا جماهير الزمالك مجرشي. كرة بالراس إيبانيز إلى فيجا، يتقدم في هذه اللقطة، يا سلام يعدي بشكل ممتاز من الجهة اليسرى، فيجا يا سلام يا سلام يا سلام، الرشيدي الماضية قلعة الكوس أمام القلعة البيضاء، قد تظهر في والأداء الذي يقدم الأهلي في أرضية الملعب من جانب التيفو والألعاب النارية، الكرة فيها تسويبة جميلة على الجهة اليمنى، وأيضا حالة الطرد اللي كانت حاضرة ما يكفي في التغطية، أكثر من لاعب تشاهد عند الوصول الكرة إلى ماكسيمان، أكثر من لاعب يشعر الأهلي، الكرة عالية أمامية بتعود من جديد كما هو الحال الفريق الأهلي والعديد من التعليمات ما زالت مستمرة. شوط ثاني لصالح الأهلي، مستمر تمريرة على الجهة اليمنى،